صباح الخير مشاهدينا، اليوم الأحد 22 حزيران 2014، حلقة جديدة من برنامج الحدث بتطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي سفير لبنان الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية سعادة السفير عبدالله أبو حبيب. أهلا وسهلا فيك سعادة السفير في هذه الحلقة. اليوم الملفات بدنا نحاول نجول فيها من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح الملف اللبناني رجع فرض نفسه بقوة من خلال المرحلة الأخيرة أو اليومين الأخيرين، التفجير في ظهر البيدر والملف الأمني تحديدا الذي تحرك إلى الواجهة، لكن لا يزال الملف العراقي والملف السوري وتحديدا داعش العراقي والسوري أيضا يفرض نفسه على الحدث العالمي. اليوم كل الأنظار إلى العراق، إلى ما سيحصل في العراق ربطا بالملف السوري وربطا بالمواقف من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا ودول العالم. على كل حال بدنا نحاول هيك بجولة سريعة بقراءة سريعة نقدر بركي نعالج هذه الملفات بقراءة سياسية دبلوماسية مع حضرتك إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك سعادة السفير في هذه الحلقة. بدنا ننطلق من لبنان قبل ما نوصل إلى سوريا والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك من ملفات أخرى متشعبة مرتبطة اليوم في المنطقة. في الداخل اللبناني منذ 48 ساعة تفجير في ظهر البيدر، برأي حضرتك هل عادت موجة أو سلسلة التفجيرات إلى لبنان؟ يعني اللي سمعناه من تفجير ظهر البيدر كان مستهدف اللواء إبراهيم، وكان هو بعيد عنه كم متر يعني مش كثير. وهيدي حتى الأخبار من إسرائيل اجت قبل كم يوم، قبل 24 ساعة عم بتقول هالشي. هيدا طبعا أنا نحن بمنطقة فيها كثير إرهابيين، وبلدنا إلى حد بعيد إيد مفتوح. يعني أنا ما بستغرب من وقت لوقت إنه يصير عندنا هيك أشياء، انه يصير عندنا هيك تفجير. بس في قرار برأي حضرتك باشعال لبنان مجددا بوتيره التفجيرات؟ انا لا اعتقد ذلك، ام انه من وقت الى اخر يعني هيك قرار صغير؟ انا لا اعتقد انه في قرار. اولا ما في قرار داخلي وهذا اهم شيء، وثانيا يعني اليوم اذا انت داعش داخلي لا، وبعض الاوقات ايه بعض الاوقات ايه، مش عم نتهم بعضنا هلا بالتفجيرات، تهمنا فئه تهمت فئه ثانيه. لا، في قرار داخلي لعدم الاختتال. وبعدين داعش اليوم بدها مش كل قواها، اكثر من كل قواها للعراق. للعراق لانها تواجه معركه قويه بسبب الاحتلال اللي اخذته بالعراق. فما اظني مرتاحه لنا يعني هون. يعني الموضوع لن يذهب الى تصعيد على الأقل في المرحلة اللاحقة، لأنه ما في قرار بتصعيد المواجهة. أنا بعتقد اللي قلته مظبوط أنت، بعتقد أنه تصعد كثير مبارح، ما كان لزوم، قتلنا دبحلنا موسم الصياف 100%، ومن دون ما نتيجة. يعني أنا لغيت هلأ الكل عم يشككوا أنه هو في مؤتمر، في مؤتمرات ببيروت، واحدة منهم مؤتمر الوحدة العربية ما أعرف شو، جايين على هالمؤتمر لا عندهم رصاصة لا عندهم إيه. بس فعليا اليوم تتحدث صحيفة المستقبل عن شبكة الحمراء، عن فرنسي من أصل عربي، خيوط إرهابية تسكرت وين مكان بيروت مبارح، تسكرت وين مكان بيروت نهار الجمعة، نهار الجمعة مش مبارح، ما عادش قدر الواحد يتحرك ببيروت. كان إلى زوم هيدي ما بعرف، أنا في كثير ناس عم بيشككوا فيها، وان شاء الله حتى في عسكريين قالوا انه ما تضخموها معناتها انه في حدا عم يضخمها، لما بيكون بتجي من مسؤول عسكري انه ما تضخموها. ماذا يعني ان تكشف تل ابيب هذه الورقه، ورقه من جهاز الاستخبارات الاسرائيلي ان اللواء عباس ابراهيم سيتعرض لمحاوله اغتيال، وكشفت المعلومات بالامس كمان انه يعني كشف هذا التفجير اتى نتيجه تنسيق الماني، استخبارات المانيه من داخل العراق الى برلين الى بيروت، التي يعني برلين ابلغت بيروت بهذا التفجير وبانه سيحصل تفجير في لبنان، ورصد السيارات والتعاون ما بين الاجهزه، التنسيق ما بين الاجهزه الامنيه افضى الى يعني كشف هذا الموضوع. ماذا يعني بدايه ان تكشف تل ابيب هذه الورقه؟ ليك اولا الجهات اللي عندها امكانيه التسمع كلها بتصير بالتليفونات هذه. حتى اليوم في وصف للمنتحر بظهر البيدر، انه واقف كان
بسوفر او شي محل وكان عم يحكي على التليفون. صحيح نحن كشفناه امبارح من خلال المقابله مع الناس اللي شافوه قبل قبل التفجير، انه هيدي والاجهزه الالمانيه والاسرائيليه كلها عندها اجهزه اهم من مما عندنا نحن، ونحن عندنا مهمه اجهزه مهمه بس مش بذات الاهميه، والاسرائيليه اذا وصل لهم صار دغري بيكشفوه ما عندهم هالمشكله، ما بعطيها اكثر من انه كشفوا وسطت له الواحد سبق صحفي مش يعني في نية وانتبه كمان انه بده يصير كذا كذا بلبنان، بتعرف هيدي اللي حطه اخذ نقطة عالية كثير مش هيك صحفيا اللي زاع باسرائيل، يعني بكل اسف صحفية لبنانية الاصل باسرائيل لبنانية الاصل من اللي هربوا على يعني الاراضي المحتله عام 2000 حد بهمها لكان تحمل الجنسيه الاسرائيليه بهمها لكان هالاشياء تبين انه هي بتعرف عن لبنان بعد ما كان عندي فكره فيها عنها. طيب رح كمل بالملف اللبناني لانه بدي انهي بشكل سريع الملف اللبناني لانتقل الى الملف الاوسع، لانه نحن الكل يتحدث انه ما يحصل في لبنان وما حصل في لبنان وما سيحصل في لبنان هو رهن هذا الملف الكبير في المنطقه، هذه المشكله الكبيره بالمنطقه، وبدي استفيد من حضرتك ومن خبرتك سعاده السفير بدبلوماسيه المنطقه لنقرا بواقع ما يحصل، بس قبل ما اكمل بشكل سريع بالتفجير اللبناني كان لافت قبل ساعات اللقاء الذي جمع النائب وليد جنبلاط بالرئيس سعد الحريري بباريس، بدي اسالك بقراءتك ماذا يعني هذا اللقاء، بس قبل بدي شوف اذا في تفاصيل اكثر عن هذا اللقاء مع المسؤول الاعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي سيز رامي الريس مفوض الاعلام في الحزب، لنساله عن هذا اللقاء. سيز رامي صباح الخير. صباح الخير استاذ مالك، صباح الخير لصديقنا كمان سعادة السفير. صباح الخير علينا استاذ رامي. هذا اللقاء يعني بداية تقييمكم له كان انه جيد جدا، ولكن ابعد من هذا التقييم، ماذا تقرؤون في هذا اللقاء؟ ماذا اردتم من هذا اللقاء كحزب تقدم اشتراكي وتحديدا النائب وليد جنبلاط، وما هي نتيجة هذا اللقاء؟ يعني بطبيعة الحال نحن تحفظنا عن ذكر بعض المعلومات حول تفاصيل ما دار في هذا اللقاء المطول، واكتفينا بالعموميات بالبيان، حرصا طبعا على يعني ما جرى من نقاشات وإفساحا في المجال لمزيد من الخطوات الإيجابية بعد حصول هذا اللقاء. ونحن طبعا نظرنا بإيجابية جدا إلى هذا اللقاء الذي حصل بعد فترة غير قصيرة من غياب اللقاء بين الرجلين. صحيح. رغم طبعا يعني كان التواصل دائما قائم مع كتلة المستقبل ومع قيادة التيار، يعني بس هو تحديدا اللقاء مع الرئيس سعد الحريري مثل ما قلت حضرتك كان غايب منذ فترة. صحيح. حصل لأكثر من سبب على كل حال يعني. طيب. بس اليوم هذا اللقاء كان فينا يعني نحن تقييمنا له انه كان جيد جدا على مستوى النقاشات السياسية اللي حصلت، على مستوى القراءة المشتركة لخطورة المرحلة الراهنة، لا سيما مثل ما كنت عم تحكي حضرتك قبل شوي مع التفجر الإقليمي ويعني انعكاسات هذا التفجر الإقليمي المحتمل على لبنان، بوقت يلي نحن ممكن نصل قريبا إلى مرحلة رفاهية النقاشات السياسية اللي بعدنا لهلأ عم نخوضها، ورفاهية ممارسة يعني أو مقاطعة العمل الدستوري وتعطيل الاستحقاقات الدستورية ممكن نفقدها، بوقت يلي عم نشوف الحدود بين الدول عم تسقط، ويعني الحرب المذهبية قيد الاشتعال في أكثر من موقع، نحن بعدنا كلبنانيين للأسف عم نتلهى ببعض التفاصيل من هنا وهناك، وبالتالي نحن برأينا نأمل أن يساهم هذا اللقاء في تسريع يعني الاتصالات حول ضرورة الخروج السريع من حالة الشهور الرئاسي، طبعا بالتشاور والتواصل مع كل مكونات المجتمع اللبناني، لأنه بنهاية المطاف الاستحقاق الرئاسي هو ملف يعني جميع الكتل السياسية، وهو ملف أساس بالداخل اللبناني، يعني في صلب الخلافات والانقسام اللبناني اليوم. صحيح. في هذه ولكن يعني بالفعل نحن ندائنا إلى جميع القوى السياسية رجاء أن ننظر نظرة جديدة، يعني ما قبل ما حصل في العراق مختلف عما بعده، لا نستطيع أن نستمر في هذا
قدر من يعني التراخي على المستوى الداخلي في انجاز استحقاقاتنا الدستوريه. مشان هيك هذا اللقاء حضرتك في هذا الاطار قلت حضرتك انه نامل بعد هذا اللقاء ان تكون هناك يعني او ان ننهي ملف هذا الشغور الرئاسي اكثر او ملفات اخرى اكثر من الاماني. شو ممكن نلمس نتيجه لهذا اللقاء؟ انت بتعرف استاذ مالك موضوع الانتخابات الرئاسيه اللبنانيه يعني اكبر من انه يفصلوا او يحسم فيه حزبين سياسيين او تيارين سياسيين. هذه مساله بدها اتفاق وطني وتفاهم وطني عريض. بس وطني وطني عريض مع رشه اقليميه ما في شك، يعني حتى ما نكون عم نبسط الامور. بس كذلك الامر يعني فعلا حجم الانقسام الاقليمي والخلافات الاقليميه كمان يعني مفترض انه تضعنا امام مسؤوليتنا. ما نضل نحن بانتظار حصول تفاهم اقليمي، ربما يحصل ربما لا يحصل، وبالتالي لا نستطيع ان نترك البلد في مهب الفراغ، خصوصا شفنا يعني من يومين رجع المعطى الامني، رجع فرض حاله بشكل كبير بعد ما كان مرق فتره شهرين ثلاثه من يعني الاستقرار والهدوء. صحيح، بس انه يعني فعليا مش بس بموضوع الشغور الرئاسي، يعني اغلب الظن انه عرج اللقاء على اكثر من ملف كان في الداخل اللبناني وقلت حضرتك ام حتى الملفات الاقليميه. بدي نتائج، اذا فعلا ما بدكم تعلنوا تماما ماذا جرى من تفاصيل في هذا اللقاء وبقيتوا بالعموميات حرصا على نجاح هذا اللقاء ونجاح الاتفاق، بالنتائج شو ممكن نلمس اليوم؟ يعني ما بعرف شو ممكن نلمس بالنتيجه لهذا اللقاء. النتيجة الأولى التي يمكن نتلمسها إعادة طبعا الحرارة التي يعني ربما خفت ولم تفقد في يوم من الأيام بين الحزب التقدم الاشتراكي وتيار المستقبل، تحديدا بين الرئيسين، بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد الجمهور، وهي بحب أؤكد في محطات نضالية مشتركة. صحيح حصل تباين بوجهات النظر بأكثر من محطة، ولكن هذا لا يلغي يعني التواصل القائم، وبالتالي هذه مسألة من شأن أيضا أن تساعد في يعني تريح الوضع السياسي الداخلي بشكل أو بآخر، وتؤسس لإعادة تكثيف حركة الاتصالات السياسية فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي والملفات السياسية الأخرى على المستوى الداخلي. بس تعرف أنت بالسياسة يعني ما في كبسة زر، يعني في بالآخر حركة مشاورات وحركة اتصالات مستمرة. ما في شك أنه اللقاء أعطى دفع إلى الأمان في أكثر من مجال، وإن شاء الله نحن يعني كان هناك اتفاق على ضرورة الاستمرار بتفعيل حركة الاتصالات السياسية في المرحلة المقبلة. كان في بحث بالأسماء هاري حلو، ميشيل عون، سمير جعجع، يعني الاستحقاق الرئاسي ككل كان طبعا طبق رئيسي على مائدة الاجتماع من كل النواحي، يعني من دون الدخول بتفاصيل أو يعني من ضمن الأسماء بطبيعة الحال، يعني كان في نقاش حول كل الملف الرئاسي. يعني مش أكيد ما كان النقاش حول يعني النظريات الرئاسية في الدساتير حول العالم، طبعا كان هناك نقاش حول كل حول الأسماء وحول الملفات المطروحة. سؤال أخير في هذا الاتصال، البعض اليوم يتحدث أن وليد جنبلاط راجع رايح 14 أدار، البعض الآخر يقول أن وليد جنبلاط يسعى لأن يكون صلة وصل ما بين 14 و8 في هذه المرحلة الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى هذا الأساس رجع هذا التواصل مع الرئيس سعد الحريري ولم ينقطع التواصل مع حزب الله ومع التيار الوطني الحر. فعليا اليوم أين هو وليد جنبلاط؟ هو في مكانه، وليد جنبلاط في مكانه في الموقع الوسطي، حيث فتش عن السلم الأهلي ترى وليد جنبلاط يقف إلى جانبه، حيث يستلزم أن يقف وليد جنبلاط لتعزيز السلم الأهلي يقف دون تردد. هو الآن في موقعه الوسطي ويعتبر أن حركة الاتصالات يجب أن تبقى قائمة بين مختلف الأطراف، ويسعى مع الرئيس بري للعب هذا الدور بشكل أو بآخر. شكرا لك استاذ رامي، نجحت ساعة بإبقاء مضمون هذا اللقاء بكل تفاصيله بعيد عن الإعلام. على كل حال برك إن شاء الله الأيام الجاية بتفصح أكثر عن هذا المضمون. شكرا لك على هذه المشاركة معنا مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، شكرا على هذا الاتصال. سعادة السفير، هكذا لقاءات قديه بتسهل الأمور بلبنان؟ يعني اليوم شفنا الرئيس سعد الحريري عم يتواصل مع الجنرال ميشيل عون إن بشكل مباشر عبر الهاتف أو حتى عبر المفادين، كان في لقاء في السابق في فترة سابقة، شفنا اليوم النائب وليد جنبلاط مع الرئيس سعد الحريري، شايفين الرئيس نبيه بري كيف عم بيحاول يجمع كل هذه المكونات عنده. فقديه ممكن تساهم هذه اللقاءات؟
لك هم همي لأنه نحن في انقسام عمودي بالبلد. هالانقسام العمودي لا يمكن لنا أن ننتخب رئيس جمهورية في ظل هذا الانقسام العمودي، لأن ما حدا رح يقدر يجيب 65 صوت أو يجيب 66 صوت، ما حدا قادر. فلذلك هالاجتماعات مهمة. وأنا بعتقد اللي قاله أستاذ رامي عن اللقاء، يعني هلا بعده امبارح صاير، هلا بيطلع هالقد يمكن ما وصل الخبر. أيوة هو يعني بدا تباعا، يمكن استعجلت عليه شوي تباعا. ايه لكن هذا كان لابد منه. لا ما استعجلت. بتخيل حزب التقدم الاشتراكي من انجح الاحزاب بترتيب ملفاته باي لقاء ممكن يعقده. لا بس انه اذا بدي اقول لهم على التليفون، اذا بدي اقول لهم على الايميل، بطلقت يعني لهيك القصه. على كل حال كان لابد منه الاجتماع من بعد لقاء. صار فترة طويلة هذا اللقاء ما صار. ايه بس من بعد اللقاء اللي صار بين وليد بيك والأمير سعود الفيصل بباريس، تعرف هيدا من حوالي 10 أيام أو أسبوعين صار صحيح هالاجتماع هيدا. وكان لابد منه أنه يصير اجتماع ما بين مع رئيس سعد الحريري، وصار. طبعا رح يبحثوا مثل كمان استاذ رامي، رح يبحثوا القضايا الرئاسيه. طبيعي تحديدا ملف الشغور الرئاسي بلبنان. ووصولا الى المنطقه ككل في شيء عندهم، لانه خاصه هني انه انا مو بوافق انه مثلا وليد بيك بده ينقل ال 14 وهو حافظ على الاستقلاليه وبيمشي هيك وهيك على الجهتين من استقلاليته. لكن بعتقد انا انه أهدافهم بالرئاسة مختلفة. وليد بيك دائما بده الرئيس الماروني الضعيف. ليه؟ لأنه تاريخيا هيك بيعتقد، وأنا بغلطه فيها. لأنه تاريخ الزعامة والخلافة المارونية الدرزية بالجبل 1860. لا بعد من بفتكر من أيام كمال شمعون، رئيس كمال شمعون، واختلفوا وكمال جملات. فبتطلع العملية، بس وقت انتخب كمال شمعون رئيس الجمهورية ما كان زعيم ماروني يومتها. زعامة الموارنة كان عند الكتلة الوطنية، عند مؤدة العميد، صحيح. ما كان في عميد بعده إيميل، ما بعرف إذا كان معروف طيب أم لا، بس إنه كانت عند هالجهتين. هي هو رجع عمل زعيم مسيحي من بعد ما أخذ الرئيس واختلف مع طبعا كمال جملات. هي ما معناتها أنه كل رئيس قوي ودي يخلي. اليوم أنا بعتبر فؤاد شهاب رئيس قوي، كان متفق تمام الاتفاق مع كمال جملات. فلهيك يعني شخصيا بختلف، بس هيدي بس فعليا هل قد النائب وليد جملات لا يريد رئيس قوي؟ إذا كان غلط هالإحساس لازم يصلحه، لأنه الإحساس الماروني كله سائد هو أن وليد جملات لا يريد رئيس قوي؟ إيه، انه بفضل رئيس ضعيف. طيب ماذا عن الرئيس سعد الحريري؟ الرئيس سعد الحريري بده يرجع بيروت. لا اذا ما رجع بيروت هالست سنين القادمه انتهى سياسيا، وبده يعمل رئيس وزارة كذلك الامر، وبده ينجح. عمل رئيس وزارة من قبل لكن ما نجح. ليه؟ ساعي كانت وزارة جامعة بس كانت اتحاد وطني مش ائتلافية. مثلا اليوم الوزارة ائتلافية، لكن عبي اوكي بياخذ وقت بس عبي يفكوا المشاكل فيها. من قبل ما حاولوا يفكوا المشاكل على طول كانوا ضد بعضهم. فهو بده ينجح، بده يجي رئيس وزارة، بده ينجح برئيس وزارة، وطبعا القصة الأمنية مهمة لأنه صحيح رجعة أوكي. فهالثلاث أشياء مهمة، هي معناتها هو لصالحه، مع أنه ما يمشي فيه لصالحه بده رئيس قوي لا يقدر يعني يتكامل معه بموضوع صح. بموضوع يعني إذا إجا رئيس ضعيف بيقدر يعمل رئيس وزارة، بس رح ينجح؟ مش ضرورة أبدا ينجح. فلهيك بده رئيس قوي تينجح. طيب هذا الرئيس القوي ممكن أن نصل إلى أن نراه متمثل بالجنرال عون في التحالف مع الرئيس سعد الحريري؟ على بوقت من الأوقات كان اتجاه بهالمسار كان هيك. هلا اختلف، يقال انه السعوديه ما بدها، وبدها حقه هالشغله من ايران. شوي اجى داعش زادت الخلاف الايراني السعودي. على كل حال الملف اللبناني بهذه المفاوضات، فلهيك اليوم الجهتين يعني المستقبل والسنه وحزب الله والشيعه
كل واحد منظر شو بده يصير بالعراق، لانه بعد الموازين ما 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 وقفت على محل. بوصله لبنان موجهه نحو العراق هلا، خاصه من بعد ما صار داعش، من بعد ازمه العراق. إيه؟ لانه بعد ما صار في لا خطوط التماس انه خلصنا هون الحدود، ولا داعش قالت حتوقف هجوم على بغداد، ولا الحكومة، أو ما في حكومة يعني بكل معنى الكلمة، في حكومة تصريف أعمال هلا، إيه قدر إنه تبعدها لورا، ترجع لورا لداعش. فبعد ما بلشت في تهيئة، في تهيئة للحرب، في تهيئة لكلام، وفي مواقف أمريكية اللي بتقول ألف وزارة اتحادية قبل ما نقدر نحن نساعدكم. على كل حال رح أحكي مطولا عن العراق، وإذا فعلا هناك مشروع لتقسيم العراق كما هو بات يعني تقريبا اليوم مرسوم على الخريطة، دولة سنية، دولة شيعية، دولة كردية. بس بدي أخلص الملف اللبناني بشكل سريع. إذن بوصلة لبنان متوجهة نحو العراق بانتظار أي نتيجة في العراق ليكون نتيجة النتيجة في لبنان. لنخف اليوم وطئة بالانتظار الحرب بالانتظار السورية، بالانتظار شغور رئاسي ما في شيء، ما رح لن رح لن شغل. نجرؤ لن نجرؤ لا على لا على لبنان هذا الاستحقاق. لا الاطراف، في اطراف مربوطه بالخارج يعني معروفه، لن نجرؤ على يعني لبنان. في عندك شك انه في ارتباط حزب الله بايران والعراق اليوم، او المستقبل بالسعوديه؟ ما في، كلنا عم نتحدث عنه بالصالونات اللبنانيه. فهذا هذا الواقع ربطينه، والباقيين اللي كان وليد بيك، اما المرشحين المسيحيين او جيد ما بيقدروا يعملوا شيء. في قرار بنسف الحكومه اليوم، صار لنا اكثر من شهر بشغور رئاسي، وبعد الحكومه لم تصل الى مكان ما من التلاقي يسمح لها بان تعقد جلسه عمليه، مش جلسه نقاش بصلاحياتها. أو اول شيء ما في قرار بنسفها، ما اظن حدا بده لغايه هلا ينسف هذه الحكومه. ثاني شيء، في اخبار اليوم الصبح بتقول تفاؤليه من هالناحيه، ما قبل يعني كل جلسه بتكون تفاؤليه، ايه، وبنرجع بعد الجلسه بنتفاجئ انه ما اتفقوا وانه راح الاجتماع. ثالث شيء، مش عم تمنع كل وزير انه يكمل، انه يكون رئيس جمهوريه ولايه، بس فعليا اليوم الحكومه تصريف اعمال، هي حكومه تصريف اعمال من دون ان تكون الوزراء ما عم بيتصرفوا هيك، عم بيتصرفوا كانوا وزراء حقيقيين وباقيين، كل الوزراء من دون استثناء يعني. وهي شيء مهم ان تضل ماشي. هلا في قرارات لازم تتخذ للشعب، لمصلحه الشعب، لمصلحه الناس يعني، صحيح، تسيير امور الناس. بس هذه من ضمن اطار يعني مفهوم تصريف الاعمال. اليوم جوله الرئيس تمام سلام العربيه قبل فتره، المملكه العربيه السعوديه، اليوم الكويت، فيما بعد الامارات وقطر، كما تحدث الرئيس سلام. كيف يمكن ان تساهم في حلحله هذه العقد الداخليه؟ كنا نتمنى لو ما حدث الأشياء نهار الجمعة يعني، بس إن شاء الله تنسى قريبا، أنه هيدي تساعد لبنان بالاستياف، يصير في موسم استياف كويس. سألت حضرتك، نسفوا الاستياف، أول ضحايا تفجير، مش نسفوا، بس أول ضحايا تفجير أولى يعني. إذا كنت أنا سعودي أما كويتي بعد العشرة قبل ما أجي من بعد ما صار نهار الجمعة يعني. فبدي لو في عندنا نظام مثل نحن سياسي، كان بيجتمع مجلس النواب بيقرر شو اللي صار نهار الجمعة، بدي اعرف. هيك القوى الامنية والمجالس الامنية بتقوم بتعمل اللي بتعمله هيك من دون يعني، بدي اعرف شو اللي صار، اذا حقيقة اللي صار هو لازم كان يصير او مش لازم كان يصير. بالنسبة للامن، طيب لانهي كمان هذا الملف الامني، لماذا عباس ابراهيم؟ هلا اذا كنت انت مقاتل سوري، هذا سوري يبدو الشخص اللي ليه؟ لا واضح من الزبداني، قال الزلمة، هو قال له، قال له هو سوري من الزبداني. إذا كنت سوري ساعة كثير ل اللواء إبراهيم، عنده يعني بين عنده ثقة من جهتين كان بمفاوضات لإطلاق هالناس اللي أطلقوا يعني، اللي كانوا الرهبات، أما اللبناني ولا زال يعمل على اكثر من ملف، ولا زال يعمل لك بهالطريقه هيدي، بده يؤذي حدا يعني من هالناحيه، وانه هو عنده علاقه ممتازه يبدو هيك بفكر لو كنت انا محلهم مع النظام السوري يعني. هو عنده على الجهتين، عنده علاقه مع قطر، هو محافظ على علاقات من اجل انه يخدم هالمواطنين او يخدم
يعمل يقوم بواجبه الوطني. ففي كثير ناس ما بيعجبون هيك شيء وبدهم يتخلصوا منه بجوز. الحمد لله انه مش الحال في العمليه قطعت. بس الله يرحم الشهداء تحديدا الشهيد جمال الدين اللي سقط نتيجه هذا التفجير وهو كان على الحاجز. الله يرحمه. الاجهزه الامنيه عم تدفع دم كثير. صحيح. الان الامارات تدعو رعاياها الى عدم السفر الى لبنان وتطالب مواطنيها هلا وصلت وتطالب مواطنيها المتواجدين فيه بمغادرته فورا. ناو هلا لازم نروح تمام بيك على الامارات دغري. لازم يقولوا للشباب بالطياره على الامارات. على الامارات. لكن ليقنعهم انه منه هالقد الموضوع. يعني مش الواحد عم يتنبأ بس انه هيدا نتيجه واقعيه اللي صار. يعني نحن الشعب اللبناني لازم يعرف انه اللي صار حقيقه كان جدي اما كان تمثيليه. لازم نعرف لو في برلمان لجنه برلمانيه لازم تحقق فيه. على الاقل لجنه الدفاع البرلمانيه يعني لازم تحقق بهالاشياء اللي هي من 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 اطار بتخيل صلاحياتها وعمل الاجهزه الامنيه ووزارات الامنيه. نعم طبعا. على كل حال اذا بس هي الامارات مش اول وحده. الامارات قبل الولايات المتحده الامريكيه طلبت من رعاياها اللي بلبنان عدم بريطانيا كمان. بريطانيا نفس الشيء. صحيح انه على مسؤوليتكم اثبت تجوا. فلا انه عملنا ازمه بالبلد. عملنا ازمه. مش يمكن تكون فعلا كان في ازمه بالبلد. بجوز تكون في ازمه بس الناس مش مقتنعه انه حقها تعرف. حقها تعرف. طب امنيا انا ما عم بقول ما في ازمه. ممكن يكون فعلا ممكن يكون الوضع هالقد كان مأزم. صحيح. بس ما تبين في شيء يعني على الاقل ببيروت. طب خلينا نعرف شو القصه. بعد الفاصل الإعلاني بدي أنتقل من لبنان إلى المنطقة انطلاقا من العراق وسوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. خمتك بتحكي. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي سفير لبنان الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية السفير عبد الله أبو حبيب. سعادة السفير بجد الترحيب فيك في هذه الحلقة. قبل ما نكمل حوارنا بدنا نستمع إلى أبرز ما جاء اليوم في عظة البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي من الصرح البطريركي. كان قد أقام قداس قبل قليل لمناسبة عيد الأب وكان له عظة. أبرز ما جاء في هذه العظة نستمع إليه. لا يمكننا أن ننسى العائلة اللبنانية في يوم عيد الأب. هي يتيمة لأنها حرمت من أبيها رئيس الجمهورية. هذه العائلة اللبنانية مؤلفة من مكونين مسيحي وإسلامي وقد أضحت نموذجا يقول القديس بابا يوحنا بولس الثاني لمجتمعات اليوم في الشرق وفي الغرب. هذه العائلة اللبنانية تتهددها اليوم نزعتان متشددتان ومتناقضتان. الأنظمة الدينية التي تسعى إلى إلغاء الآخر المختلف وإلى فرض إيمانها وتقاليدها وشريعتها على الغير. والنزعة الثانية الأنظمة العلمانية الملحدة التي تقصي الله عن حياة المجتمع والدولة فتشرع الدولة كل ما يطيب لها من دون أي اعتبار لشريعة الله الطبيعية وشريعته الموحاة. وبتنا نرى عندنا في لبنان ظاهرات لهاتين النزعتين. فبالأمس في إحدى بلدات شرق صيدا وخلال هذه السنة في المدارس التي تسمى علمانية. إننا نطالب الحكومة والوزارات المختصة بإصدار تعميم يوقف مثل هذه الممارسات لأنها منافية للمادة 9 من الدستور. إذا كان هذا جزء من كلام البطريرك الراعي في عظته اليوم. البطريرك الراعي لا يتوانى عن التذكير بموضوع انتخابات الرئاسة ربط حتى بالعائلة
رأس العائلة مفقود في لبنان. اليوم قبل ما انتقل للملف الدولي فرض نفسه الموضوع الرئاسي علينا من قبل بطرك. كنا عم نحكي انه ما في امل، ما في فراغ. طيب انه هيك بده يضل بطرك، ما في حدا يسمع له؟ لا، مش معناتها لازم وقف يحكي اذا ما حدا سمع له، لان الاشياء مش بايدها. يعني اذا بتطلب من النواب ينزلوا منه بايدهم. اول شيء في 5-6 اشخاص واسم منا يمكن كلنا ما بعرف مرهونين للخارج، يعني فلهيك منا بايدنا القصه. وبتحرك البطرك على خط الخارج شيء ثاني، بيفتح ساعتها وزاره خارجيه على حسابه. ما اظن بده يعمل هيك. لا، انه تاريخيا من وقت 43 وبشار الخوري الى انتخاب رنا معوض سنه 89 كان المسلم دائما يرجح كفه المرشحين مين بيطلع. اوكي، هلا المشكله اللي صارت بعدين اجانا اثنين بتعيين سوري. من 2005 اليوم في انتخابات ل 2007 اللي ما تمت، تمت بال 2008، واليوم تغير الجسم السياسي بلبنان. المسيحي بده يكون منقسم طبيعيا بالانتخابات الرئاسية. هو هي مش غلط الانقسام. لا، مش كمل غلط. لا. إيه؟ هلا اليوم ما كان في بقى هالانقسام الحاد المسلم. اليوم ما عادش في مسلم، صار في سني وصار في شيعي. صحيح. عم نحكي سياسي مش عم صحيح. في كثير ناس غير شكل. ايه، بهالشيء هيدا في انقسام عمودي صار بالبلد. يعني ما عادش تقدر بدك تغير آلية انتخاب الرئيس. كيف؟ أنا عندي اقتراح. إنه تفضل. كيف؟ على الطريقة الأمريكية، إنه نحن نروح يكون في اثنين، مجلس النواب هو مختارهم بالقرعة. يعني بينزل بده ينزل، هو بيختار اثنين اللي بياخذوا أكثر أصوات بينزلوا بالشعب، بعدين بصير في انتخابات بالدوائر أو بالأقضية. إذا بقضاء عنده 8 نواب ربحته أنا بياخذ 8 نواب، ربحته انت بتاخذ 8 نواب، وهلا مجرد اللي بياخذ 65 نائب بيطلع، 65 صوت بيطلع، مش نائب، ممثل. أوكي. ممثل ايه، من دون تمثيل، صوت انت بتاخذ، يعني واحد يسجل لإلك. انت ربحت مثلا بعلبك الهرمل بتاخذ 10 اصوات، ربحت بيروت الثالثه بتاخذ 10 اصوات، وهلا مجرد على الدوائر. على الدوائر، فبتغير الآلية. هيدي حاسمة لانتخاب الرئيس. اليوم هيدي كانت حاسمة وقت اللي كان البلد غير شكل. كانت بس اليوم، اليوم هذا الطرح قادرين نعمله؟ إيه، ليش لا؟ تعديل دستوري هي. ما هو تعديل ليش دستوري اليوم؟ ليش ما بنتخب رئيس بالشعب؟ ما اليوم في بطريقة غير مباشرة اليوم، بس بالشعب. ايه، اليوم في فريق يقول إنه لا يجوز العمل دستوريا في حال عدم. لا لا لا، ما فينا نعملها قبل الانتخابات. لا، أنا معك. لا، بس ليش ما فينا نعمل بالمرحلة؟ لا، لأنه 6 سنين من بعد ما ننتخب هذا الرئيس القادم رح يصير عندنا ذات المشكلة. يعني حتى سنة 82 مش ما كانت إسرائيل هون؟ صحيح، كانوا اعتبروا بشير منتخب. طيب لو كامل أسعد يومتها يقول ما أو سليمان العلي وطلال مرعبي ما بدي انتخبوه أنا، شو صار؟ ما كان طلع رئيس، لأن طلع على الشفرة دغري. صحيح، على 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 صوت أو صوتين. ايه، فانه نحن خلينا نكون واقعيين بهاللعبه. بدك تخلق حتى ما توقع فيها بالمستقبل كمان، بدك تبلش تفكر بآليه جديده لانتخاب الرئيس. ما بفكر فينا نعدل الدستور هلا. ما في تعديل دستور، هي بدها تعديل دستور. فاذا هلا بدنا ننتخب رئيس. ننتخب رئيس. طيب ماذا قد يسبق، انتخابات نيابيه من انتخابات رئاسيه؟ لانه اليوم اذا بدنا ننطر، اذا بدنا ننطر توافق خارجي، لا، صارت الانتخابات النيابيه على الابواب. هل نحن فعلا رايحين كمان الى تمديد في مجلس النواب؟ بدك ال 20 قبل مدة عندك شوي بخلال تموز. انا بفتكر تتوضح الفكره شو عم بيصير بالمنطقه. بفتكر ممكن تتوضح من هلا لتموز. يعني اليوم نحن اليوم بايلول على اقل تقدير بجوز، بس نحن اليوم ب 22 حزيران، يعني ب 22 حزيران اذا الف وزاره المالكي اما غير المالكي اللي طردي جميع العراقيين، مش هيك؟ يعني طردي العرب كمجموعه، يعني طردي، قد طردي كمان اللي عم يدعموا داعش، مع انه داعش اليوم مش بحاجه لحدا، بس في معنويات باللعبه. بجوز الحاله بسرعه تخلص، بجوز لا
ما عم بقول ما بيقدروا يتنبأ كيف الواحد. ممكن تخلص هذه الحالة بسرعة إذا ما نراه اليوم في العراق هو نموذج لما كان مرسوم من شرق أوسط جديد في السابق؟ هيك فتنا وصل بالملف العراقي. اليوم كان مرسوما للعراق بعيد انطلاق الاحتلال أو بعيد وصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الدولة بالألفين وثلاثة، كان يحكى عن محاولة لتقسيم هذه الدولة إلى ثلاث دويلات كردية وسنية وشيعية. من بعد ما مشي الحال صار في مواجهة بالداخل العراقي، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بنيت دولة نوعا ما بإدارة نوري المالكي لهذا الملف. شفنا اليوم إذا بتشوف بالخريطة اليوم في دولة من تحت تحكمها السلطة العراقية هي الدولة الشيعية، دولة بالوسط اللي مسيطر عليها داعش هي الدولة السنية، كردستان. وكردستان مع حلم كركوك اللي هن دايما بيحلموا فيه. نحن دايما منزدت التهمة على الغريب على الأجنبي، لك ما بتحمل مسؤوليتنا. الولايات المتحدة قدرت تجمع الشيعة والسنة، قدرت تجمع القبائل الصحوة مع الشيعة وتألف وزارة المالك الأولى. هل اللي صار يومتها؟ بالعكس الولايات المتحدة بايدن مرة اقترح مجلس الشيوخ لا تقسيم مثله، بس ما كان التفكير مثل اليوم. مش منا دولة سنية، بس اليوم منا دولة سنية. هي الدولة السنية بالمنظر الأمريكي على الطريقة السعودية، على الطريقة المصرية، على الطريقة بهيدا النموذج. مش نموذج داعش، مش نموذج داعش. حينما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لحرب سنية شيعية على مدى 100 عام، وقالها هنري كيسنجر نقلت عنه إحدى الصحف أنه المرحلة المقبلة نحن أمام حرب مذهبية في الشرق الأوسط لـ100 عام. طيب مش بيكون نموذج داعش؟ لا يعني مش معناتها أنه نحن عم نشتغل تصير هي. هو عم بقول هي لا، اليوم الولايات المتحدة منا بالمرة مجبورة تدخل هالحرب سنية شيعية الموجودة بالعراق، مثل ما رفضت الرئيس أوباما يدخل بسوريا. لكن اليوم الصحوة خطر عليها، انت عندك دولة إرهابية عم لك تفكير الولايات المتحدة اللي معقولة تستعمل قواها ضدها اللي وين؟ بنيويورك تاني، بواشنطن تاني، مثل ما عملت القاعدة. هيدي بتقدر تزيد على القاعدة. ليش القاعدة قدرت تعمل اللي عملته بزمناته؟ كان عندها قاعدة هي أفغانستان، بلد حر بتدرب. هلأ هيدي صار عندها هيك شيء، صار عندها يمكن بمساحة أفغانستان. تقلك إنه وعندها أموال أكتر من القاعدة. أنا بقلك إنه الغرب بأوروبا وأمريكا خايف من داعش، من هالدولة السنية أكثر ما خايفين. بس بمحل معين حينما كان وجدت القاعدة بعد عام 2000 قيل إنه هذا البعبع أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة السوفييت بأفغانستان، وفجأة انقلب عليها. ألا يمكن أن تكون داعش وليدة؟ هاي شو بتعطيك؟ بتقلك لا، أنا هاي بتقلك إنه الأمريكان هن قصيرين النظر، ما بيشوفوا انه اذا دربت هيك تطرف وشجعته تيضرب الاتحاد السوفيتي بنلعب عليك مره تانية. وصارت بلبنان هون بلبنان، ما صارت انه دفعنا متطرفين واصبحوا خطر علينا، مش هيك؟ وين ما كان بتصير بالعالم هي صارت مع الامريكان. بس انا لا اعتقد انه داعش، ما بعرف، بجوز في اشياء سريه صارت، بس لا اعتقد انه داعش عند أي مد أو دعم، أو أخذت بوقت من الوقت أي دعم أو مد أمريكي. من يدعم إذن داعش لتصل إلى ما وصلت إليه؟ ليك اليوم ما بقى بحاجة لحدا، اليوم صارت أغنى منظمة، اليوم صارت على الأرض عندها وعند مساحة سلاح كبيرة، وعندها رجال وعندها كل شيء. بس لتوصل لهذه المرحلة لا يمكن لداعش أن تكون وجدت رجل قوية بسوريا من دون مساعدة تركية، لأن الرجال كانوا بيجوا من تركيا وبيجوا من العراق طبعا. يقال ما بعرف أي حد مزبوطة وما عم يكذبوها أنه الداعمين الأقويين هن تركيا وهن قطر. أردوغان أحمد أوغلو بالبداية قال أنه لا نقبل أنه 80 تركي اختطفوا صحيح. ولقوا كانوا بحالة هستيرية الأتراك بداية الأزمة العراقية، اجتماعات كرمال الحدود، إغلاق الحدود، أزمة. شو قالوا تاني يوم أردوغان؟ قال هذه القضايا تحل بالطريقة الدبلوماسية. دبلوماسية مع داعش؟ شو معنى تاني؟
معناتها احمد اردوغان ما عالم شو عم بيصير. اردوغان ما عالم شو عم بيصير، يعني ما بعرف شو يعني. هيدي بتقلي برهن لي، بقول لك ما فيني برهن لي، هيدي خبريات وتحاليل يعني. انه في والدعم السعودي لها، مع انه السعوديين هللوا لها شوي اكثر من شوي، خاصة بالجامعة العربية. لما بيقول الوزير سعود الفيصل انه هذه النتيجة، يعني هذه النتيجة هي بسبب السياسات، يجب ان نعالج السياسات قبل ان نعالج النتيجة. بس الامريكان قالوا زيت شيء، اوباما قال زيت شيء، اوباما قال زيت شيء، عم بيقول له ظبطوها حتى نقدر نساعدكم. اذا ما ظبطتوها يعني تظبيط الوزارة بدك ترضي السنة، ما معقول تضلك انت عزلهم هيك. بعرف هلا يعني اليوم ما رح اليوم ما يحصل في العراق ثورة سنية ام ثورة لا داعش؟ لا ثورة داعش لقيت بيئة حاضنة. ما دائما بنحكي عن بيئة حاضنة، طيب ما تخليهم يشوفوا بيئة حاضنة، شافوا بيئة حاضنة واليوم الشعب كله رحب فيهم وبده يرجع يندم عليها مثل ما قلنا. يعني انت اللي بتدعم المتطرف بترجع تندم عليها، رح يرجعوا يندموا عليها. السنة العاديين اللي ما لهم خصة لها رح يرجعوا يندموا عليها، لكن رحبوا بداعش طبعا لأنه في بيئة حاضنة. اللي عم يحكوا الأمريكان عنا، وإن شاء الله اللي عم يحكيها الأمير سعود عنا، لأن في خلافات قوية أكثر من الأمريكان بالنسبة للعراق. يعني السعوديين ما عندهم سفير بالعراق بعد. بس حتى يقال أكثر من هيك، يقال حتى أنه السلاح اللي مع داعش لا يمكن شراؤه من السوق السوداء. يعني في صواريخ مع داعش اكتشفت مع داعش بالعراق تحديدا أو تنقل ما بين العراق وسوريا، لا يمكن شراؤها من السوق السوداء. هيدي الصواريخ تشترى من قبل دول. صح، قلنا لك من هلأ حتى في اتهامات جاية على تركيا، على قطر. محيط داعش، محيط المناطق اللي اليوم تحت سيطرة داعش، هيدي قديه رح تتضرر؟ يعني اليوم معروف انه تقريبا كل الحدود التركية مع العراق ما عدا المناطق المسيطر عليها كرديا صارت بإيد داعش. كل الحدود السعودية مع العراق بإيد داعش. جزء من الحدود الأردنية مع العراق داعش. الحدود السورية مع العراق جزء كبير منها بإيد داعش. طب كل هذه الدول من تركيا إلى المملكة العربية السعودية إلى الأردن على حدود داعش، اللي ممكن تأثر عليهم من الإتهامات الجارية. قطر ما عندها حدود مع داعش هلا، ومن الإتهامات الجارية الأردن خايف كثير من داعش، لكن لا يبدو أن السعودية وتركيا خايفين من داعش. طبعاً عندما يتحدث أردوغان أنه منقدر نحلها بالدبلوماسية مثل عم تقول حضرتك، ما بيعني أنه خايف. هلا بيبقى في ايران وفي كردستان، وفي كردستان اخذت الفرصه حلمه اخذت حلمه بكركوك. ففي سوريا، سوريا طبعا مش راضي بالعمليه. هلا شو بده يصير، يعني شو بده يصير سياسيا وشو بده يصير عسكريا؟ عسكريا عم بيصير في تهيئه. لماذا؟ يعني قلت حضرتك انه اللي عم بيصير هلا هو مثل ما بيقولوا تمهيد، هو ابيتايزر للي بده يصير بعدين، لانه منه محضر حاله. اذا بتتذكر وقت احتل صدام حسين الكويت، اخذت حوالي من قبل شباط يمكن، او كانوا ثاني او شباط، بتاخذ وقت تتحضر حالك. ما كانت الدوله العراقيه يعني بقياده مالكي، نور المالكي، ما كانت محضرة حالها للحرب. شايف شو صار صار في خيانات وصار في خوف وصار في قتل حوالي 1700 عسكري يقال. صحيح. ايه، فمن هون انه بدك تاخذ وقت حتى تحضر حالها. على الاقل بدك تعطيها اسبوعين ثلاثه حتى تحضر حالها. اليوم تحضر حالها الدوله العراقيه طبعا مواجهه قادره تواجه هذا المد من التنظيم المسلح يلي لهلا معه 480 مليون دولار غير سبائك الذهب من المصارف العراقيه بالموصل وتكريت وكركوك، ومعه اراضي فيها نفط، بلش يبيع النفط السوري داعش. ليك وكان عم بيعهم لمين؟ لتركيا. صحيح. اوكي، القصة فيها انه اذا انت هون كان الموقف الامريكي، اذا بتعمل صفقة سياسية بتقدر وقتها تضغط. اول شيء بتسكت العرب، اوكي، بتقدر تضغط على تركيا. ساعتها بتوجه الاتهام لتركيا. شو بدها الولايات المتحدة الامريكية؟ بدها تخلص من داعش ام بدها تفتت المنطقة ام شو بدها؟ بدها تخلص. لا، تفتيت المنطقة ببين انه
انه ما له صلاحة، عم بيخلق جمهوريات صغيرة متطرفة، ما لنا لصالح الولايات المتحدة ولا لصالح اوروبا الغربية يعني. فمن هون انه كمان يعني انه انك تترك السنة والشيعة يتقاتلوا مع بعض، انه مثل ما بقولوا باللبناني فخار يكسر بعض، يكسر بعض. لا بتوصل لقنون، لان اللي راح يربح راح يصير في عنده كثير كثير تطرف وراح يرجع، ودائما العدو الشيطان الاكبر هو الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل. لا شايفينها هيدي هلا، ما بيقدروا يتدخلوا بعض الوقت، بس هلا في استعداد للتدخل بعد الارضاء الوه بداعش بموضوع العراق. ايه لا منو راضين عن داعش، انا بكدك، ولا اوروبا بدها داعش، واوروبا خايفه من داعش لانه بدهم يرجعوا له في مقاتلين اوروبيين. طبعا طبعا فيها طبعا. فمن هون يعني على المالكي او على الشيعة انه يقدموا الى اتفاق عراقي على تشكيل هذه الحكومة اللي بيرضي كل جهات العراق، مش عم نحكي المتعصبين. بس اليوم كيف بدهم يرضون؟ كيف بدهم يرضون لما بنشوف مفتي العراق يقول ينتقد السيد سيستاني في قراره موضوع مواجهة داعش، ويقول ما يحصل اليوم في العراق ثورة وليست هجوم من داعش. سيستاني ضبط كلام، رجع وضح كلامه، قال انه الامام سيستاني رجع قال انه انا ادعو كل العراقيين مش الشيعة، اللي طبعا يبدو البداية كانت هيك انفهمت هيك حتى نقول. لا في اشياء كثيرة بتصير مثل ما بتصير عندنا هون بلبنان، يعني ما تنسى في حساسية بين المذاهب. على كل حال والاسديات هونيك بدي كمل بملف العراقي، بس بدي أقول خبر ورد الآن أنه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي وصل الآن إلى مصر في زيارة مفاجئة، وسيلتقي رئيس عبد الفتاح السيسي. بدي أحكي عن هذا الموضوع لأنه كمان في خبر عن الإخوان وباراك أوباما وويكيليكس مهددينه بوثائق ويكيليكس. رح أحكي عن الملف المصري بتفاصيله وقراءتك لهذا ما يحصل، بس لأنهي الملف العراقي. بختام الملف العراقي، الحل يكون بتشكيل حكومة جامعة ترضي السنة وترضي الشيعة وتواجه هذا المد من داعش. اليوم أين مش الحل؟ قبل لك، إذا كان مالكي أو الشيعة بفكروا بيقدروا يسترجعوا كل العراق من دون حكومة ما رح يعملوها، بس بدهم حكومة. إذا ما بيقدروا يسترجعوا كل العراق بالقوة، يعني عم تحكي عن حرب قوية، بدهم يعملوا حكومة وساعتها بتجيهم مساعدة خارجية. أين البعث العراقي من هذه الحكومة أم من داعش؟ هلا طبعاً هو طبعاً متفق مع داعش، البعث العراقي متفق مع داعش والقبائل متفقة مع داعش، لكن اثنينتهم مش لصالحهم داعش. ما لصالحهم إنه يشوفوا ناس عم يقتلوا لأنهم ما لبسوا هيك أو لبسوا هيك، لا البعثية هيك ولا القبائل هيك. فهودي ناطرين خلاص إن شاء الله بصير في اتفاق، هذا مثل ما بنقولها بلبنان يعني. إذا ما صار في اتفاق صارت صعب القضية، في قتال. الحل في العراق هو مفاوضات بين السعودية وإيران أم بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الأطراف؟ هي أول شيء تكون بين العراقيين نفسهم يرضوا بعضهم. نحن لا يرضوا بعضهم، بدنا قرار خارجي. شو نحن يعني قادرين نرضي بعضنا ونجيب رئيس؟ ما قررنا قرار خارجي. لا صحيح هيك، العراقيين صاروا شبهين مثله، بس بعدهم ما بعرف اذا لبناني للملف العراقي ام عرقني للملف اللبناني. بدك تكون عراقي وبدك تكون ببغداد حتى تعرف هل اذا اراد المالكي ان يعمل حكومه وحده وطنيه هل ايران بتمانعه ام لا؟ الحقيقه ما بعرف، بدك واحد بيعرف الملف العراقي منيح حتى تمانعه حتى تعرف. اليوم بموضوع السعودية وإيران، اليوم من المستفيد بما يحصل في العراق؟ سعودية طبعا. سعودية طبعا. في السابق في بداية الحديث عن مفاوضات سعودية إيرانية كان يمكن الملف الأبرز أن تطلب من المملكة، أن تطلب المملكة العربية السعودية من إيران تخفيف الضغط في العراق. اليوم صارت بالعكس القصة. تعرف ما حدا حكي عن المفاوضات بين السعودية وإيران بعد ماشي إلا نحن بلبنان، بعد ماشي بعد قائمة، لأنه ناطرين هاي المفاوضات لنجيب رئيس ولا نعمل انتخابات ولا نحل البلد، رابطين كل شيء بالبلد بهاي المفاوضات موجودة. يعني انعزم دعية الوزير الخارجية العراقي إلى السعودية لاجتماع
وزراء الخارجية الدول الإسلامية. يعني حتى نحن رحنا تمثلنا فيها، كان الوزير جبران باسيل راح على جد بهالموضوع هذا. اوكي، والعراق وإيران اعتذرت عن ذلك، فما فيها يعني راح حدا منهم، راح نائب الوزير او سفير وراح حدا، بس ما راح هو الظريف، ما راح هو الوزير الظريف. فمن هون انه ما في بدايه هالشيء. ممكن يكون بدايه هذا الشيء مرهون بالاتفاق مع الدول الاوروبيه ومع دول النوويه، الدول الكبرى، بنجاح اتفاق نووي ايراني تكون اولى نتائجه اتفاق ايراني سعودي. لك اوباما ممكن يكون مرتبط الملف هالقد لنتفق مع ايران على النووي، بترجع بتتفق ايران والسعوديه على ملفات المنطقه، بترجع بتتحلحل بالعراق وبلبنان وكله، يعني تكون شبكه هالقد. رئيس اوباما اجى على السعوديه وما اتفقوا وياه هون اجى وقت الله يراضيهم من بعد اجى راضيهم ما زبطت، لانه مستمر بالمفاوضات بالملف النووي الايراني. وهيدي بعتقد مع انه السعوديه بحبوا ما يشوفوا ايران عندها امر ذريه، لكن ما انه مرتاحين، خايفين من نتائج هذه المفاوضات، المفاوضات الدول الكبرى مع ايران. طبعا. طيب بس هي المفاوضات من نتائجها وبلش صياغه اذا نتائجها فقط نووية، الملف النووي الإيراني لا منيحة بالنسبة للسعودية، بس نتائجها تفاهم على الشرق الأوسط والسعودية برا، هيدا مش لصالح السعودية. طيب بس فعليا بلشوا بداية صياغة لهذا الاتفاق. بس في عراقيل كثير بعد ماشي، يبدو انه راح يتأخر اكثر من 20، هي المدة 20 20 تموز الاتفاق النهائي بأيلول، توقيع الاتفاق بأيلول، يعني 20 تموز لصياغة هذا الاتفاق توقيعه بأيلول، بده ياخذ شوية وقت. الجهتين عم بيقولوا هيك، ما رح يطلع. بس هون نرجع على السعودية خايفة من أي اتفاق، نتائج هذا الاتفاق وانعكاسات هذا الاتفاق. يعني لن يكون الاتفاق السعودي الإيراني بعد اتفاق الدول الكبرى، بالعكس السعودية بتحس حالها أضعف إذا تم الاتفاق اليوم. السعودية بس إذا مثل ما عم تحكي حضرتك، مثل ما عم نقرأ بالأحداث العراقية اليوم، السعودية صار عندها ورقة أكبر، صار عندها ورقة بدون شك. يعني اليوم بدل ما السعودية تطلب من إيران إنه خففي لي الضغط بالعراق، اليوم إيران بدها تطلب من السعودية خففي لي الضغط. إذا قعدوا مع بعضهم وتفاوضوا، بس ما رح يقعدوا مع بعضهم يتفاوضوا، ما في هيك شيء، ما في هيك خبر. بعد الفاصل الإعلاني استكمال للنقاش في هذا الملف، وصولا إلى سوريا إلى مصر في الملفات العربية والدولية. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث في فقرته الأخيرة مع سفير لبنان الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية السفير عبدالله أبو حبيب. سعد السفير، قبل ما أنهي الملف العراقي وانتقل في سوريا ومصر وصولا إلى دول أوروبا، اليوم بس عندي سؤال، وهيدا من أحد المواطنين عم بيسأل إنه شو لازم يعملوا. اليوم في لبناني اسمه علي عطالله موسى، امبارح نحن أثرنا قضيته، مخطوف بتكريت بالعراق، الجماعة الخاطفة مطالبة ب 500 ألف دولار، نص مليون دولار للإفراج عنه، واليوم 12 الظهر إذا ما كان مدفوع المال مهددين بدهم يقتلوا. صار له أسبوع والشركة اللي هو بيشتغل عندها رفعت إيدها من الموضوع، قال ما خصة وما معها مصاري، وحكيوا السفير هونيك قام قال لهم الله يعين السفارة. السفير اللبناني ايه؟ الله يعين السفارة. شو لازم يعملوا؟ لازم التكريت اليوم بإيد داعش. صحيح، يحكم على السعودية مش معناته، أو قطر يحكم على اللواء ابراهيم، ما اصحاب يساعدهم. هلا هن امبارح تمنوا على اللواء ابراهيم بانه هو او رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب ان يعالجوا هذا الملف. يعني بدها سريه هيدي، وبدها وداعش يعني ما حدا عنده اياها، يعني قطر عم تدخل بهاللعبه هيدي، ما حدا عنده اياها على الكونتاكت ليست بشكل مباشر. ما حدا عنده شيء. يحكوا معي ان شاء الله. ان شاء الله قريبا بيكون بيناتنا علي عطالله موسى، كذلك سمير كساب الزميل في سكاي نيوز. ان شاء الله استبشرنا خير بكلام لواء ابراهيم في مقابله مع قناه الجديده، قال انه مع داعش كمان قريبا. إيه؟ يبدو انه حتى الساعه هي لم تعلن بشكل مباشر، لانه بعده عم بيقول الجنرال ابراهيم انه ما وصلنا بشكل مباشر للخاطف، ولكن المنطقة اللي موجود فيها هي منطقة خاضعة على سيطرة داعش،
ويعني بالانتظار لنشوف. على كل حال ان شاء الله كل اللبنانيه بيرجعوا، كل المخطوفين بيرجعوا، سمير بيرجع لعائلته، علي عطا الله موسى بيرجع لعائلته كمان، ان شاء الله يا رب بالقريب العاجل. بالنسبه لسوريا، لانه هلا فعلا يعني ان تتخذ الولايات المتحده الامريكيه قرارا بدعم العراق وضرب داعش، ممكن نشوفها انه عم تتخذ قرار بدعم النظام في سوريا وضرب داعش؟ اليوم عم بقرا علما انه داعش وحده سوريا والعراق ما تغير. اليوم عم بقرا كلام ل اما الرئيس اوباما او الوزير كيري ما مش منبه انه ليس هناك معارضه معتدله في سوريا تستطيع ان تستلم الحكم او تقلب الحكم. يعني الامريكيين من الاول مشكلتهم بسوريا انه المعارضه اللي بتكون صديقه لنا، يعني معارضه على طريقة المالكة، على طريقة الصفقة، على طريقة الصحوات، الصحوات، على طريقة حتى البعث، واللي مش صديق لأنه طبعا، بس انه مش موجودة هذه بسوريا. يعني هذا السبب اللي ما بتخليها تضرب، لأن ضربة سوريا معناتها فوضى أكثر مما هي موجودة، وهي ما رح تعملها، ما بتحمل الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد انه الولايات المتحدة بتحملها ولا رئيس اوباما بيعملها. ما بده هالشيء هيدا ينعمل، ولهيك سبب شرطه بالعراق اتفقوا حتى نساعدكم، يعني بده غطاء عراقي لتامين الضرب للصحوه. بس ليه وهون اذا في ليه داعش بالعراق عدو وداعش بسوريا مش عدو ولا صديق؟ داعش لا، داعش بسوريا عدو بالنسبه عدو. للولايات المتحده الامريكيه لم تعلن حطوها على الكاونتر تيروريزم ليست، مبلا موجوده على لائحه المنظمات الارهابيه يعني في العالم. بس فعليا مش عم بتحاربها الولايات المتحده، ما عم بتحارب الأمريكية. ولا عم بتحارب النصره، ما عم بتحارب حدا الولايات المتحده. على كل حال تركيا سحبت النصره من لائحه الارهاب، تركيا طيب الولايات المتحده ما عملت هيك، فلا ما عم بتساعدها ولا عم بتساعد حدا. هلا ما اظني حتى لما بيحكوا يعني حكي اكثر ما هو فعل انه بدنا نساعد المعارضه المعتدله، لانه ما في شيء اسمه حينما معارضة. تقول هيلاري كلينتون اخطانا او اخطا الرئيس باراك اوباما في كتاب الذي سيصدر قريبا، اخطا الرئيس باراك اوباما بعدم اتخاذ قرار الحرب، انا كنت مع توجيه ضربات عسكريه لكن الرئيس اوباما رفض. ليك في كثير وين بيكون الشارع الامريكي مع باراك اوباما او مع هيلاري كلينتون؟ لا الشارع الامريكي مع الرئيس اوباما 80% هو مشي، لانه الشارع الامريكي 80% منه ما بده يدخل بحرب. ايه بس اليوم لكن في كثير سياسيين وصحفيين ومفكرين بالغرب وبالولايات المتحده خاصه بيعتبروا لو دخلت الولايات المتحده بالحرب بالبدايه يعني ضربت ما كان طلعت الصحوه وما كان قويت النصره وما كانوا قويوا هالمؤسسات المتطرفه، كانت المعارضه كان الاقوى على الارض هو الجيش السوري الحر، مش هيك اسمه جيش سوري الحر، اللي هلا تقريبا انتهى يعني ما عاد موجود، فهو كان الاقوى. لو دعمناه من الاول وضربنا شوي النظام ايه، بس اليوم في تفكير إيه؟ بس عم بيواجهوا الرئيس باراك اوباما فيه إيه؟ عم بيحاربوا فيه خلاص اليوم الشارع أوباما الامريكي ما في شيء يتحارب فيه لانه ما راح يزعل انتخابات بعد اليوم. بس المعركة معركة ديمقراطيين وجمهوريين، أوباما إيه بما يمثل الديمقراطيين، هيلاري ديمقراطية مزبوط. بس اليوم كمان الشارع الأمريكي يلي دفع ثمن حربه في العراق قتلى من الجيش الأمريكي بالألاف. ليك إذا بتسأل هذا 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 الشارع يلي اليوم عم بيشوف إنه أنا مات ابني بالعراق كرمال حرر هيدا البلد، عم شوفه رجع مثل ما كان ويمكن أكثر من قبل. بس الاستقصاءات عم تبين إنه موقف رئيس أوباما أيده الجميع اليوم سياسيا هون وهون، إنه هذا الموقف المضبوط، إنه اتفقوا مع بعضكم حتى نحن نساعدكم. الحل بالاتفاق، الحل بالاتفاق، ما بدنا ندخل اللعبة مرة تانية، ما بدنا نضحي مرة تانية، والمساعدة هي سلاح وهي ضربات جوية بس منا أبدا لن يرسل أوباما أي عسكري أمريكي فيها. يعني بعد هل تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية على إرسال جنود إلى العراق؟ بعد هل تجرؤ على إرسال جنود إلى العراق؟ بالوقت الحاضر لا ما بعرف تتذكر شو صاير. سعي رحلة 6-7000 قتيل بس في شي 50,000 معاق صحيح من وراء هذه الحرب. ايه ما نهينا يعني كم عائلة أمريكية بتوصل عليها، فمن هون لا
هلا بعد 10 سنين بينسوا شو صار معهم بالعراق وافغانستان وبفوتوا بمحل ثاني، بس اليوم الولايات المتحده والشعب الامريكي منه مستعد يدخل باي محل اذا مصالح الامريكيه ما تضررت، الامن الامريكي مش متضرر بشكل مباشر. على كل حال هو اعلن ارسال مئات الجنود الى السفاره الامريكيه في بغداد اللي هي اكبر سفاره بالمنطقه تقريبا بلد بالمنطقة لحماية المصالح الأمريكية، لحماية المصالح الأمريكية ولمساعدة العراقيين. بجوز بعضهم ما بيعرفوا يستعملوا آليات موجودة عندهم. لا أساسا صارت نص الآليات عند 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 لا مش عند داعش. شفنا الهامفي الأمريكية عم يسوقوها داعش بالحدود العراقية صحيح. والسورية يلي انفتحت، بس معظم يعني اليوم ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية أو ما اشتراه العراق بأموال شعبه، اليوم الجيش العراقي اندفع عليه ثروات لإعادة تدريبه وتسليحه. اليوم شفنا أنه الجيش العراقي ما قدر صمد قدام داعش بهذه المناطق، وشفنا أنه هذا السلاح صار بإيد داعش. أكثر اللي ما صمد هو البيئة الحاضنة، لأنه صار في اتفاق ما بين داعش وغيره. داعش لحالها ما كانت تقدر تعمل، ما كانت بتوصل لو ما كان في بيئة حاضنة. صح. لكن معظم السلاح العراقي ما زال مع الدولة العراقية، يعني من بغداد وجنوبها. الملف الأخير في هذه الحلقة الملف المصري، أن يصل جون كيري إلى الأراضي المصرية ليلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبله ب 24 ساعة الملك السعودي وهو في رحلة العودة من المغرب إلى المملكة العربية السعودية يحط على أرض مطار القاهرة، يلتقي الرئيس السيسي في الطائرة. طب ماذا يعني كل هذا الدعم لعبد الفتاح السيسي؟ لكن الأمريكان منهم مرتاحين للي عم يصير بمصر، لكن ما أظن عندهم خيار. أولاً يعني هن مش مع خيار عبد الفتاح. لا مش قضية خيار، الطريقة ما شايفينا رايحة على طريقة ديمقراطية. ما شايفينا راجعة وأقصى إلى عهد مبارك، وإلى عهد مبارك بأوله يعني مش بآخره. لكن في عندك شيئين، مصر مهم لألون استراتيجياً وسياسيا. ليش مصر مهمة استراتيجيا؟ دائما بسمع هذه العبارة، مصر مهمة استراتيجيا لأوروبا وللولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. موقع جغرافي هائل يعني، مدخل الشرق يعني. مدخل كل شيء. طب ما عندهم تونس، عندهم تونس. لا لا لا، عندهم ليبيا اللي اليوم كمان فوضى. ليبيا فوضى، بس انه بيقدروا. مصر معروفة ومحكومة، ومصر وليك ما فيك تحكمون كثير. تاني شيء انه عندها اتفاق سلام مع اسرائيل، هي مهمة للأمريكية. هيدي المهمة يمكن. لا مش يمكن، هي مهمة كمان. لا هيدي بالأهمية الأولى. يعني وقت راحوا الأمريكان وقبلوا يدخلوا مع مصر باتفاق، ما كانوا براسهم أنه منعمل سلم. هني بالسعودية مش لا يعملوا سلم مع إسرائيل يعني. لا، بعدين إجا السلم، إجا بأمور كمان، إجا بدفع السادات. إجا بدفع قوي. فهودي شيئين مهمين. ثالث شيء أنه السعودية بهمها أنه ترجع مصر، مثل كمان في خلافات. ماذا يحمل معه جون كيري اليوم الى القاهره؟ ماكسيموم انه اعاده العلاقات لطبيعتها، ماكسيموم هي ويعني معناتها سلاح والاقتصاد، لان في حكي وفي اقتراحات. لا افرجوا عن المساعدات الامريكيه للقاهره 260 مليون دولار في مساعدات اقتصاديه وفي مساعدات عسكريه. بتخيل الاقتصاديه والعسكريه، لانه يكون هذا الرقم 264 مليون دولار قد يكون يعني رقم كبير بالنسبه للمساعدات، يعني جزء منها عسكري. لكن اليوم اللي عم يجيون للمصريين من الخليج، هيدي بتصير مثل بقولوا هن الامريكان بيناتس، يعني ما على طعمه. لا ما بتاثر عليهم للمصريين. كمان صدر منذ قليل خبر او هيك معلومه انه الولايات او تنظيم الاخوان المسلمين، جماعه الاخوان المسلمين، تهدد الرئيس باراك اوباما بويكيليكس جديد ستفضح فيه، وتطالب بعدم تغيير موقفه من دعمه. شو يعني؟ لأنه اليوم رأس هذا التنظيم، رأس هذه الجماعة مهدد بالإعدام. يمكن أحد الأشياء اللي رح أقولهم يا كاري، أنه ما بتقدروا تعدموا الناس بالميات. امبارح طالع 200 واحد. مظبوط. ما هو من ضمنهم محمد بديع، وقبل شوي 600، وقبل شوي 700. تخفف من 600 الى 150 تقريبا او 160. من ضمنهم محمد بديع، هو اسمه محمد بديع. منه عدالة هيدا، من عدالة أن تصدر
احكام بالجمله وشو بالجمله، انه مش انه توقيف على مده اسبوع. طلع الرقم المضبوط، واشنطن افرجت عن 572 مليار دولار مليون دولار من المساعدات لمصر. طيب بس في سنه الجايه وسنه اللي بعدها في حركه بالكونغرس، هيدي بايد الحكومه بايد الاداره، بس في حركه كمان بالكونغرس انه توقيفهم لانه الديمقراطيه ما ماشي. طيب بس كمان بالنسبه لمصر، حينما تسال في مصر عن اسباب هالمئات من 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 الملفات بموضوع الإخوان المسلمين والإعدام، الإعدام بهذه الأرقام حتى 150 رقم قد يكون كبير على قصة الإعدامات، يقال بيحكوا دائما بيفتحوا ملف الإرهاب، التآمر على الدولة، التخابر مع الخارج، محاولة إسقاط النظام، في كتير ملفات كمان على تنظيم على مجموعة الإخوان، على جماعة الإخوان المسلمين. بس ما بتخلهم بالجملة، ما بتخلهم بالجملة. ما في، أنا باستثناء مصر ما حدا أصدر حكم إعدام بالجملة. حتى اثنين ما بيحكموا مع بعضهم، واحد وواحد. طبعا عم تحكي عن إعدام، مش عم تحكي عن حبس أسبوع أو أسبوعين أو عقاب جماعي مثلا، حل التنظيم شغلة هيك. لا لو كان في حرب وقتلتهم شي تاني، بس هلأ أنت أخذتهم حطيتهم عندك حكمتهم، ما طريقة تقنع الناس سيدي، لا بالغرب ولا بالشرق. ممكن يكون جون كاري بده يبحث بالولايات المتحدة الأمريكية أو بالقاهرة، أم هي مجرد تسوية ترطيب لإعادة ترطيب للعلاقات؟ أنا بفتكر أنه مش معقول إلا ما يبحثها، لأنه بحثت من قبل وقت الوزير فهمي نبيل فهمي زار الولايات المتحدة، بحث موضوع الأحكام وهو ما كان عارف فيها، طلع الحكم وقت كان هو موجود هنا وبحثت معه هالقصة. فهيدي لا وما عنده سفير اليوم الولايات المتحدة بعد، عنده قائم الأعمال طبعا بس ما في سفير، بس ما في سفير بمصر. فبحثت هي ورح يبحثها، متأكد انه رح يبحثها هيدي. على كل حال الساعات المقبلة تكشف ماذا قد يدور في أروقة القاهرة من مباحثات بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كذلك إلا نحن ملفنا مرهون للأيام والأسابيع والأشهر الطويلة. أنا بدي أتشكر حضورك معنا سعادة السفير عبد الله أبو حبيب، لهون بينتهي وقت هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز. أهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة. مشاهدينا الموعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت بحلقة جديدة من برنامج الحدث. حتى ذلك الحين إلى اللقاء.